صباح الهنا وصباح الرزق وصباح كل حاجة حلوة على حضراتكم. الحمد لله ان احنا النهاردة جايين وبنقول صباح النصر. الحمد لله الاهلي دايما كالعادة بيفرحنا. صباح الخير يا كريم. صباح الفل. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. طبعا. الله يسلمك. والله افتقدتك انا الاسبوع. ربنا يخليكي والله وانا كمان ربنا يخليكي. صباح الفل عليكي. صباح الفل على حضراتكم مشاهدينا في كل مكان في العالم. يوم جديد وبداية حلقة جديدة من 10 الصبح في الأهلي مليانة تفاصيل كتيرة تم حضراتكم كالعادة. في الساعة الثانية بيكون عندنا دايما فقرتين حواريتين. النهاردة الفقرة الأولى هنتكلم من خلالها عن منتخب مصر لكرة السلة في تصفيات الأفرو باسكت, ودي الفقرة اللي هينورنا فيها كابتن إسلام علي واحد من نجوم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابقين لكرة السلة. الفقرة الثانية كروية بحتة, الفقرة دي هينورنا فيها الأستاذ عصام شلتوت الناقد الرياضي. شوف بقى قبل ما نبدا اي كلام خلينا بس كده, الواحد لما بيحصل حاجه وبيبقى فيه اداره سليمه واداره قويه لاي ازمه بتحصل على طول دور على النادي الاهلي, هي دي النقطه. خليني اقول لحضراتكم كواليس سريعه جدا يمكن كتير تابعها, يعني لما الاستاذ والكابتن مهند كان بيتكلم في مداخله سابقه, لكن احنا مهم ان احنا نتكلم في قناه النادي الاهلي في قناتنا عن اداره الازمه بالشكل المحترف. طبعا يا كريم انت سمعت عن الاحداث اللي حصلت واللي هي غير مسبوقه الحقيقه, لما تيجي تسمع ان طياره يعني طارت وبعدين حصل عطل فني فانت رجعت مره ثانيه, رحله المفروض تستغرق 9 ساعات استغرقت 16 ساعه. فكره هنا ان انت كان في مطروح انك تأجل المباراة لكن قدرت ان انت ما تأجلهاش بالإدارة المحترفة اللي كنت بكلم حضراتكم عليها. هي ما كانتش فكرة بقى هنا رحلة انا رايح أأدي مباراة وخلاص, لا فعلا فعلا لعيبة وجهاز فني وكل من هو كان مع البعثة بصراحة لازم نقول لهم شابوه وكل الاحترام لفكرة هنا ان انت قدرت من مشاكل لا حصر لها, وبالمناسبة مالكش يد فيها لان في مشاكل بيبقى احنا سبب فيها وفي مشاكل مالكش يد فيها. ففعلا القصه كلها انت رايح عامل التطعيمات بتاعتك للعيبه, انت رايح مجهز نفسك كويس جدا, انت رايح عارف ان انت عندك تارجت رايح تجيبه وترجع, لكن في بقى عوامل خارجيه. مين هيتدخل في طياره فيها عطل؟ مين هيتدخل ان المطار هناك بيقفل الساعه 9؟ مين هيتدخل ان في حاجات بتطير في فوق غير الطيارات زي ما كان كابتن مهند بيتكلم في المداخله يقول لك في خفافيش وحاجات زي كده؟ فكل دي امور خارجه عن سيطرتك, هي دي النقطه كلها. بجد شابوه بغض النظر عن اي امور اخرى لاداره الازمه من قبل كل الطاقم اللي كان موجود. شابوه كابتن مهند مجدي هذا الشاب اللي بجد بجد اثبت كفاءته. وهي القصه كلها مش عضو مجلس اداره بيروح مع بعثه وخلاص, القوه بتبقى لما فعلا بيحصل مشكله انا ازاي بحل. لم نشعر بشيء, اللعيبه حتى كل الامور دي ما حسوش باي اختلاف, انت ما حسيتش ان في اداء متراجع, بالعكس اللعيبه راحت لعبت عملت اللي عليها. الشوط الاول ما كانش افضل شيء بس انت قدرت تحصل على اللي انت عايزه. فبجد بجد كل الاحترام لكل الطاقم اللي كان موجود. اسعدتونا حقيقي. جديده دي موضوع المطار بيقفل الساعه 9. خفافيش ما تنساهاش. الاقدار واخدانا لغايه فين؟ هي وصلت خفافيش موضوع وسع قوي. بس الحمد لله يعني خلينا نقول يعني فوز كان الحمد لله بهدف نظيف على ميديامة ضمن طبعا منافسات الجولة الخامسة, وكنا سعداء جدا. مباراة كانت جيدة خاصة زي ما كنت بقول لحضراتكم في الشوط الثاني, وخلينا نقول بقى الأهلي نجح من خلال الشوط الثاني في فرض. هنا انت فرضت سيطرتك وفرضت أسلوبك وحققت كمان يعني عدة فرص. عايز أقول كمان عشان ما ننساش بصراحة, ولما بيبقى عندنا لاعب بجد بيأدي بشكل رجولي لازم نطلع نتكلم. مصطفى شوبير كان أكتر من رائع يا كريم. أيوه. من اللعيبة اللي أيوه. عجبتني جدا, من اللعيبة اللي فعلا على المستوى بيتطور, وهو ده المهم. انا مش مهم على فكره عندي لاعب حتى لو صفقه جديده احنا بنجيبها. مودست على فكره كان رائع ايضا. فانت الفكره كلها ان انا باخد وقتي, بس لما باخد وقتي بتالق, وهو ده اللي احنا عايزين. مصطفى شوبير مستقبل كبير جدا باذن الله مع النادي الاهلي. فالمباراه في المجمل كانت اعتقد رائعه, انت قدرت ان انت تحقق فوز, قدرت ان انت تحقق الثلاث نقاط بتوعك. وتاني هرجع اقول اجمل ما فيها الصراحه الهدف الفوز اللي سجله حسين الشحات, كانت دقيقه تقريبا 48 او 50 حاجه زي كده, يعني الشغل كان محترم. فهنرجع نقول تاني السعداء مع كل الظروف اللي احنا مرينا بيها, مع بالمناسبه يعني برضو الملاعب ودرجه الحراره كل دي حاجات اعتقد برضو بتفرق. بس هنرجع نقول تاني لا يمكن يكون عذر, فيعني بس دي الاجواء حبينا نقول لحضراتكم عليها. لكن في المجمل اكيد اكيد سعداء بالنتيجه. مصطفى شوبير كان في حاله اجماع من الكل الحقيقه على يعني تالقه الملحوظ في هذا اللقاء وتصديه لاكثر من هدف محقق. الحقيقه كلمه حق لازم تتقال. مصطفى شوبير عمل شغل رائع في هذا اللقاء.
كان في شويه رفايع بقى كده كتير من الاهلاويه وقفوا عندها، يعني فكره الجول ان هو انت بتحكي حضراتكم عليه بتاع حسين الشحات، في ناس شافت ان يا ترى الجول احلى ولا الاسيست اللي عمله مودست احلى. وفكره ان الاسيست جاي من مودست، ومودست حضراتكم عارفين كانت في حواليه علامات استفهام لفترات، لكن الحقيقه في الفتره الاخيره لا ابتدى تظهر يعني ايه تفاصيل بقى معدن هذا اللاعب المختلف. وسام ابو علي ما شفناهوش كتير في الماتش اللي فات اللي يعتبر اول مشاركه ليه طبعا مع النادي الاهلي في هذا المحفل الافريقي، لكن نقدر نقول ان من شويه تاتشات بسيطه جدا لا نقدر بسهوله يعني نستنتج ان احنا بنتكلم على لعيب متميز جدا. رضا سليم ان شاء الله الفتره الجايه اكيد هيبقى له دور كبير جدا. طبعا حسين الشحات كالعاده بيتالق بشكل عام ولا سيما في اي محفل افريقي، وحسين الشحات دايما في اي يعني مباراه افريقيه بيبقى له يعني اول تاني خالص الحقيقه، وفي كتير جدا من الاحيان هو اللي بيحسم الامور كما حدث في هذا اللقاء اللي بنتكلم حضراتكم عليه. طبعا النادي الاهلي تاهل لدور ربع النهائي لبطوله دوري ابطال افريقيا بعد الفوز الكبير طبعا اللي حققه يانج افريكانز طبعا على شباب بوزداد الجزائري امبارح برباعيه نظيفه اثارت دهشه الكثيرين. ناس كتير قوي شافت ان كان في شبه انهيار لشباب بوزداد، بطبيعه الحال كانت النتيجه منطقيه جدا اللي انتهت بيها يعني احداث هذا اللقاء. بكده حجز النادي الاهلي ويانج افريكانز التنزاني مكانهم في دور الثمانيه قبل انطلاق الجوله السادسه، فيما ودع طبعا فريقي شباب بلوزداد ومديما الغاني منافسات البطوله من دور المجموعات. من المقرر ان شاء الله ان النادي الاهلي هيواجه يانج افريكانز على استاد القاهره الدولي يوم الجمعه في مباراه طبعا لحسم صداره هذه المجموعه اللي هي المجموعه الرابعه من دور المجموعات. امبارح حساب الاتحاد الافريقي احتفل بتاهل النادي الاهلي للمره الثامنه على التوالي لدور الثمانيه، وقال نصا حامل اللقب يحصد بطاقة التأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الثامنة على التوالي. بكده يعني بعد نهاية مباريات الجولة الخامسة من دور المجموعات، المجموعة الأولى حسم فيها مازيمبي وسان داونز الصعود، واللقاء الأخير هيكون ما بينهم يعني إن شاء الله في جنوب إفريقيا لحسم صدارة المجموعة. في المجموعة الثانية حسم أسك ميموزا صدارة المجموعة، والمقعد الثاني حواليه صراع بين سيمبا التنزاني والوداد المغربي. المجموعة الثالثة بيترو أتلتيكو طبعا حسم الصعود، والمقعد الثاني هيبقى فيه صراع عليه بين الترجي والهلال السوداني. طبعا الترجي بيمتلك أفضلية المراكز بثمان نقاط على الهلال بخمس نقاط فقط، ويلتقي الفريقان يوم السبت الجاي إن شاء الله في تونس. المجموعة الرابعة زي ما حضراتكم عارفين خلاص الأهلي يعني ويانج أفريكانز خلاص ضمنوا الصعود، ولقاء يوم الجمعة القادم من أجل حسم صدارة المجموعة. والمطمئن في الحدوته ان النادي الاهلي يكفيه التعادل، بس احنا مش عايزين تعادل اكيد يكفينا أكيد. بس احنا مش عايزين، مش ده طموح الاهلي ابدا، احنا بنبقى داخلين عايزين نفوز دايما. التعادل بالنسبه لنا خساره، على فكره الموضوع ده بقى ياثر علينا احنا في حياتنا العاديه يعني بما ان احنا منتمين للنادي الاهلي بجد والله بكلم حضراتكم، اصل الموضوع يعني بيعدي وبيعدي بشكل ايجابي. انت في حياتك بقيت خلاص انت عايز دايما تفوز، عايز دايما تنجح في كل خطواتك، ملهاش علاقه بننتمي للنادي الاهلي، فاحنا دايما عايزين نبقى ناجحين. وانا قلتها قبل كده، كل من هو منتمي للنادي الاهلي ناجح بغض النظر بقى لو انت بتشتغل امن، لو بتشتغل ويتر، لو بتشتغل مذيع، لو بتشتغل في لاعب كوره، كل من ينتمي للنادي الاهلي ناجح. وخليني ارجع لحضراتكم تاني بس اللي ونروح لمارسيل كولر يا كريم. مارسيل كولر بجد، وانا قلت الكلام ده انا وانت كتير قبل كده، الراجل ده راجل ذكي جدا، راجل بيجمع بين حاجتين، بيجمع بين اولا الذكاء الشديد في الملعب والتطوير اللي حاصل مع لعيبه كتيره جدا. انت اوقات بتشوف مدير فني بيجي، ويمكن ادي مثال على ده موسيماني، طور بعض اللعيبه، ولكن على الصعيد التاني في بعض اللعيبه مستواها قل، او يمكن في بعض اللعيبه ما حسيتش بوجودهم قوي زي الاول، وكان في اعتماد على سكواد واحد. لكن انت دلوقتي بتتكلم في مدير فني، انا يذكرني صراحه بمانويل خوسيه مع النادي الاهلي. ليه؟ لان هو عنده صرامه ربما اقل شويه في النسبه من مانويل، ولكن عنده صرامه كبيره جدا. اولا ثانيا عفوا اللعيبه بتحبه، وفي نفس الوقت هو مندمج جدا مع الجماهير، في كيمستري حلوه مع الجماهير. طبعا. مش اي مدير فني على فكره عارف يعمل المعادله دي معادله صعبه بالمناسبه، مش سهله. بتحس معاه ان هو بياخد الامور بدراسه، مش ماشي عشوائي. في مديرين فنيين كتير في بعض حتى المنتخبات بتيجي تشوف في عشوائيه، لكن الراجل ده فعلا بيحسبها، الراجل ده فعلا حتى بيتكلم في تصريحات بيتكلم بمنطقيه تماما، ويبقى عنده شفافيه، وما بيحملش حد مش مفروض تحمله الخطا ابدا، خطا او خساره او اي حاجه في المباراه. ده كلام محترم جدا، وخلينا نروح فعلا نسمع التصريحات بتاعته. انا عجبتني التصريحات بتاعته، قال لك طبعا كان في ظروف صعبه، لكن احنا النادي الاهلي احنا واخدين على ده، ودورنا ان احنا لو في حتى صعوبات نذلذل هذه الصعوبات. خلينا نتابع تصريحات كولر ونرجع نكمل.
Ja, es war ein sehr schwieriges Spiel. Waren natürlich jetzt auch wieder andere Temperaturen, als wir das gewöhnt waren. كان ماتش صعب جدا وخصوصا مع درجة الحرارة العالية اللي احنا مش متعودين عليها والرطوبة العالية جدا. Und der Gegner war stark. المنافس كمان كان قوي. Probleme gehabt, natürlich. سبب لنا متاعب ومشاكل. Hier zu spielen, der Rasen ist viel zu hoch. كمان صعب جدا ان احنا نلعب كورتنا على ملعب زي ده. النجيلة عالية جدا، الملعب صعب جدا. وانا اتعلمت درس جديد، هي دي افريقيا ولازم الواحد يتعامل مع كل الظروف. الشوط الاولاني كان عندنا مشاكل اكتر، لكن بين الشوطين اتكلمت مع اللعيبة بشكل واضح ان احنا لازم ندوس على نفسنا اكتر من كده، لازم يكون عندنا ارادة اكتر من كده، لازم يكون عندنا رغبة اكتر من كده، وان كل واحد لازم في عقله ان هو يدوس على نفسه اكتر، ان احنا لازم نكسب النهارده ونطلع بثلاث نقط باي شكل. فاللعيبه نزل الشوط الثاني بصراحه عملوا اللي انا كنت عايزه، واحنا جايين هدفنا الفوز بس. Das Tor war dann auch sehr schön herausgeschrieben mit Schehet, einen riesen Sprint gemacht hat, sich durchgesetzt hat. وعملنا الشوط الثاني كان كويس جدا، الجون الثاني الجون اللي احنا جبناه الجون الاولاني كان مكافأة لينا على مجهودنا الكبير، حسين عمل سبرنت عظيم جدا، الضغط اللي احنا بنتكلم دايما عنه وقدرنا ان احنا نجيب جون حلو جدا. Ja, Nedved hat für mich ein sehr gutes Spiel gezeigt. Nedved بالنسبة لي عمل ماتش كبير جدا. ناقصه بس شوية ريتم ومشاركة. جاله طبعا كرامبات، جاله شد خفيف عشان خاطر طبعا مع المجهود الكبير اللي بذله وبقاله كتير ما بيلعبش، كان بيكسب كل الالتحامات، كان عنده حضور في منطقه نص الملعب، مسيطر عليها تماما، عمل ماتش كويس قوي. وسام ده اول ماتش ليه رسمي مع النادي، جري كتير جدا، بيضغط كويس قوي من قدام زي ما انا عايز، وفي الوقت القصير اللي لعب فيه كان متهيألي ظهر بشكل كويس قوي. هي تفصيله شخصيه النادي الاهلي اللي دايما لما بتكون حاضره الامور بتتحسب، وكانت حاضره بقوه في الشوط الثاني تحديدا من اللقاء الماضي. طبعا دي شخصيه النادي الاهلي اللي اتكلم عنها كمان كابتن خالد بيبو مدير الكوره بالنادي الاهلي، وقال ان النادي الاهلي استحق الفوز والخروج بنقاط المباراه الثلاث، وقال كمان ان شخصيه النادي الاهلي تغلبت على كل الظروف الصعبه اللي واجهت الفريق اثناء رحله السفر الى غانا، وان خبرات لعيبه النادي الاهلي تفوقت في النهايه. تابعوا معنا كابتن خالد بيبو قال ايه. الحمد لله، طبعا المكسب كان كويس، رحلة كانت طويلة وكان فيها صعوبات كتير، الحمد لله يعني بنختم السفرية بمكسب كويس، دي حاجة كويسة عندنا. طبعا طريق العودة نتمنى إن شاء الله إن يبقى الدنيا ماشية بشكل كويس ونوصل بالسلامة، ده أهم حاجة. ومبروك للعيبة النهاردة، عملنا جيم كويس، وأهم حاجة في الأوقات دي في الظروف دي إن أنت تطلع بالثلاث نقاط يعني. انت شغلنا ان احنا ان انت تجهز اللعيبه تبقى مرتاحه على قد ما تقدر، تحاول توفر لهم كل الامكانيات اللي تقدر تساعدهم، بس انت برضه بتتكلم مع لعيبه النادي الاهلي، لعيبه النادي الاهلي دي مرت بصعوبات كتيره وبتقدر ازاي ان هي تتغلب على الحاجات دي. طبعا هم يعني بيبقى الامور بالنسبه لهم طبعا بيقدروا في اي وقت ان هم يغيروا ويخش ينزل الملعب، ما بيبقاش في عنده مشاكل، بينسى كل التعب، لان هو دايما بيفكر في جمهور النادي الاهلي، جمهور النادي الاهلي عايزك على طول بتكسب، عايزك على طول نمره واحد، فهو تفكير لعيبه النادي الاهلي كلهم نفس التفكير، مجرد ان هو نزل المباراه نسي كل حاجه. طبعا اكيد يعني بيبقى في صعوبات في الاول على ما تخش في الجيم، وممكن يبقى بتخسر بعض الوقت، انما في الاخر بتقدر ان انت تحقق الهدف من المباراه اللي هو انك تكسب الجيم يعني. طبعا اي لعيب بيخش، طبعا وسام اول مباراه بالنسبه له رسميه، حاجه كويسه، لعيب كويس وعنده امكانيات كبيره، قابله سوء حظ في البدايه ان هو اتصاب، رجع تاني دخل على طول الجيم يعني، ان شاء الله مع ضيع فرصه كانت سهله قوي ان هو كان ممكن يجيب جون، بس هو اتحرك كويس وعملها بشكل كويس. ندفي طبعا لعيب كويس واحد من كباتن الفريق، ان شاء الله ربنا يكرمه في الفتره الجايه ويبقى ماشي بشكل كويس. جمهور النادي الاهلي ده احنا يعني هو نمره واحد عندنا، واحنا بنشتغل عشان جمهور النادي الاهلي، سواء مسؤول سواء لاعب اي حاجه تنتمي للنادي الاهلي، ويجي لك الفرصه ان انت بتمثل النادي الاهلي في اي مكان، انت لازم تعمل كل
كل اللي تقدر عليه، لان جمهورنا يستحق اكتر من اللي احنا بناخده. يعني احنا بناخد منهم حاجات كتير قوي، المفروض ان احنا نديهم حاجات اكتر من بكتير يعني. فرب يعني جمهورنا الاهلي يستحق حاجات كتير يعني بصراحه. الحلو كمان ولازم نتكلم عنه سريعا يا كريم، فكره هنا برضو التصريحات دايما من المنتخب يعني المنافس بيبقى فيها نوع من النديه الشديده، ما كناش برضو بنسمعها في السنوات السابقه لما انت كنت متالق وكنت منتخب مصر، واحيانا استخفاف. لا ما هو ما ده اللي انا اقصده. انا بقول لك ما كنا كنتش بتسمعها زمان، بقيت تسمعها دلوقتي. بقت المنتخبات، وعلى فكره اصل ده الوضع دلوقتي الطبيعي، انت هترجع تقعد كل شويه تقول امجادك في تاريخك كان ايه، ما هو تمام التاريخ كويس جدا، بس تاريخ بلا حاضر ومستقبل كانه مش موجود. فانا كنت كويس، طب انا دلوقتي وضع ايه واللي جاي عندي ايه، هي دي النقطه كلها. فانت شفت النديه في التصريحات مع المنتخبات، خاصه لما تيجي تتكلم عن منتخب مصر. طيب تعالى على الصعيد الثاني، النادي الاهلي عمرك ما تلاقي تصريحات فيها نديه بهذا الشكل، لو ان برضو تصريحات لما سمعناها من ميدياما قال لك احنا ممكن جدا نفوز، وكانوا بيستغلوا، وده باستغلال على فكره يعني مقبول جدا ومشروع، فكره ان انت بتلعب عندي وسط جماهيري بظروفي انا اللي واخد عليها الطقس بتاعي انا، الملاعب اللي انا بتمرن عليها ومتاقلم عليها، انت جاي برضو مختلف الى حد كبير، فكل دي عوامل المنافس بتاعك بيظن ان هي ممكن تؤثر عليك. لكن انت هترجع تقول تاني انا النادي الاهلي، ما انا لعبت قبل كده في اجواء اوحش من كده وملاعب اوحش من كده وظروف اوحش من كده، وبالتالي ما فيش ظروف هتبقى اوحش من اللي حصل معانا في السفريه دي الحقيقه يعني. تاني في تفاصيل كتيره بس طبعا يعني ممكن نتناقش فيها بقى في الفقره الحواريه، لكن بجد مش معقول يعني انت بتطلع وبعد كده في عطل فني فبترجع تاني، بعد كده بتطير، بعد كده بيبقى في مشكله ثانيه، ولا لا لا، وبعدين عايز توصل لقبل الساعه 6 علشان تلحق تطلع من المطار وتلحق توصل عشان المطار بيقفل 9 يعني. لا امور غريبه ورحله كانت غريبه جدا، بس نرجع نقول تاني كل الاحترام، الحمد لله الازمه تم حلها وتم يعني خلينا نقول تداركها بشكل سريع جدا كمان. وما حسيتش انت في الاول وفي الاخر احنا كنا هنا قلقانين، بس كان في اتزان في ادراكك ليه او حلك ليه المشاكل او الازمه اللي حصلت. من اللعيبه كمان لازم نشيد بيهم بصراحه، وانت جبت سيرته من شويه، وسام ابو علي مهاجم طبعا الفريق اللي كان متالق بشكل كبير جدا، وزي ما انت قلت يا كريم في لعيبه بتيجي بتبقى مراهن عليها، يا جماعه هو اللاعب ده هيتاقلم بسرعه هيديني افضل ما عنده ولا لا، طب انا قلقان هي الصفقه دي ناجحه ولا لا. شفنا ده مع لعيبه كتيره جدا، شفنا ده كمان مع مودست اول ما جه. مودست اعتقد رده كان على الارض، دايما لما يجي حد يظن فيك ظن مش جيد، خلينا نقول بلاش سيء بس مش جيد، وده ما كانش من الاهلاويه بالمناسبه، رد على الارض. وانت ليه هتقعد تتعب نفسك في الكلام يا جماعه انا كويس، ما حدش يقول لحد انا كويس، ورينا كويس. وده اللي حصل من مودست وده اللي حصل من لعيبه كتيره جدا. ففي لعيبه بطبيعه الحال بتبقى متاقلمه، زي بدر بنون مثلا من اللعيبه اللي جت على طول وما حسيتش ان هو مش مصري، وعلي معلول زي ما كنت انا وانت بنتكلم. ففي لعيبه كده، وفي لعيبه بتبقى جايه من برضو توتالي مكان منتخب يعني مختلف، انت جاي من دنيا تانية خالص ودوري تاني خالص وكوره تانية خالص، فعشان كده ربما تبقى محتاج بعض الوقت. خلينا نروح نشوف تصريحات اسامه ابو علي ونرجع نكمل. تسلم، شكرا كثير، الحمد لله. لا انا مبسوط كثير انه ربحنا الماتش اليوم، كسبنا يعني شيء مهم كثير لإلنا ولإلي انا وللفريق ولجمهور نادي الاهلي الحمد لله. ويعني مش اول ماتش لي انا كمان، كثير مبسوط انه دخلت الماتش، وها يعني وقت ناطره انا لي من لما مضيت مع نادي الاهلي، ناطر هالوقت انه انزل العب بكنزة نادي الاهلي، فالاهلي الحمد لله ربحنا اهم شيء. لا اجواء مختلفه كثير بدي احكي صراحه، انا جاي من 20 تحت صفر وهلا 35 ورطوبه، بس الحمد لله انا كثير مبسوط بالنادي وكثير بحب العب مع اللعيبه اللي بالنادي، وحاسس حالي انه بلبق بالنادي انا، ما حاسس شيء مختلف كثير، عم بلعب زي وسام ابو علي وان شاء الله راح افوز بالطريقه دي. لا جماعه بس انا الي ابص التمرين واتمرن مع الفرقه، فانا عارف شو بدي اعمل وانا عارف ليش جاي على النادي الاهلي العب كوسام وان شاء الله خير. انا كان جاي على بالي اجيب الجول اليوم طبعا، بس اهم شيء انه كسبنا واخذنا 3 نقط، ان شاء الله المره الجايه نجيب جول، بس كل مره كل ماتش اهم شيء انه نكسب وبعدين بيجي اجيب جول انا. كريم نيدفيد لاعب الفريق هو كمان كان ليه تعليق على فوز النادي الاهلي على ميدياما، وقال ان هذا الفوز هيريح النادي الاهلي نوعا ما، خصوصا ان الفريق مقبل في الفتره القادمه على العديد من المباريات سواء افريقيا او محليا. تابعوا معنا نشوف كريم قال ايه.
الحمد لله، يعني اهم حاجه المكسب ده كان مهم جدا بالنسبه لنا عشان نحسم التاهل من النهارده، عشان انت عارف احنا عندنا ماتشات كتير الفتره الجايه، فيبقى عندنا فتره لو الكوتش يبقى عايز يريح حد في الماتش بتاع يانج افريكان. فالحمد لله ده اهم حاجه المكسب، واهم حاجه ان احنا ادينا ماتش كويس. اللعيبه كلها النهارده كانت رجاله، الجو كان صعب، حتى كمان احنا عندنا مشكله في الطيران، فكل الحاجات دي احنا بس احنا الحمد لله قدرنا نتغلب عليها. فده الحمد لله ده اهم حاجه، يعني الحمد لله الواحد الفتره اللي فاتت بيشتغل بيعمل اللي عليه بيتمرن كويس، والحمد لله يعني ربنا وفقه النهارده وعملنا ماتش كويس الحمد لله. من اللعيبه الكويسه على فكره، كريم جدا. يعني وبيستنى الفرصه مع النادي الاهلي، وما عندوش مشكله ان هو ما يلعبش اساسي في مباريات كتير، عادي. ايه المشكله؟ انا بلعب في اكبر كيان في مصر، عادي، ما فيش مشكله. بس فرصته بتيجي، ولما بتيجي الفرصه بيقدر ان هو يثبت نفسه، وده المهم. خليني اطمن حضراتكم عن اصابته، برضو نروح لدكتور احمد جبله اللي هو طمنا، طبعا طبيب الفريق، هو كشف عن تفاصيل اصابات هنا عندك ياسر ابراهيم وكريم نيدفيد امام مدياما، وقال كده تحديدا ان ياسر ابراهيم كان عنده او شعر بالالم في العضله الخلفيه عنده، ان هو هيخضع لفحص طبي عشان يطمن على درجه اصابته. وكمان كريم تعرض لاصابه كانت بشد في برضو عضله السمان، هيخضع مفروض لفحص طبي. فدي المعلومات اللي عندنا حتى هذه اللحظه، لسه هيكون في يعني فحص، على اساس ده نقدر نقول لحضراتكم الوضع واصل لفين. بس يعني نتمنى ان احنا كل لاعب عندنا اساسي، يعني كل لاعب عندنا اساسي، فاحنا كل اللعيبه بتاعتنا ان شاء الله يكونوا على اتم استعداد، ما يكونش في اصابات زي المواسم اللي فاتت. احنا كان فاكر عندنا موسم كانت مستشفى ما كانش يعني اصابات طبيعيه. ربنا لا يعيدها ايام. في ايام كده بنتمنى ما تجيش وناس برضه. تعالوا بقى نقف شويه عند النادي الاهلي ذات نفسه، هذا الكيان، مش هنقف بقى عند لاعب بعينه، لا، هنتكلم على النادي الاهلي ككيان وكمنظومه دايما بتحصل على استحسان الكل، ومفيش فتره بتعدي علينا غير لما بيكون عندنا زياره ما من شخص ما بيمثل جهه عالميه ما، ودايما بنسمع من هذا الشخص اللي بيعبر عن راي الكيان اللي هو بينتمي ليه بطبيعه الحال، بنسمع دايما منه كلام زي الفل في حق النادي الاهلي تاريخا وحاضرا كمنظومه عمل. بالمناسبه امبارح شهد فرع النادي الاهلي بالتجمع الخامس زياره عمده مدينه مانشستر في بريطانيا ياسمين دار، اللي بتتواجد حاليا في مصر للمره الاولى وبصحبتها مندوب من الديوان الملكي الانجليزي. كان في استقبالها العميد احمد النحاس مدير الفرع، وكمان الكابتن عمرو الحلواني مدير اكاديميه النادي الاهلي بالتجمع الخامس، والعديد من القيادات الاداريه المختلفه. وطبعا في ضوء توجيهات الكابتن محمود الخطيب قامت اداره الفرع بالاستقبال اللائق والامثل، تم اصطحابها كمان في جوله تفقديه لمنشات الفرع وللملاعب اللي اشادت بها جدا، وكمان عبرت عن اعتزازها بزيارتها للنادي الاهلي، واكدت على احترامها لمنظومه العمل والدور الرياضي وايضا المجتمعي اللي بيقوم بيه النادي الاهلي، وخصوصا في ظل امتلاكه لاربع فروع في مناطق مختلفه في مصر. قام كمان العميد احمد النحاس باهداء درع وعلم النادي الاهلي الى عمده مدينه مانشستر، وجدد لها كمان دعوه يعني باسم الكابتن محمود الخطيب لتكرار الزياره مره اخرى ان شاء الله. حاجه محترمه جدا لما بنشوف ان في اشادات دوليه للنادي الاهلي، وفي كتير جدا من الاحيان يعني الشخص الما، يعني ساعات بنقول لكم في شخص ما بيمثل كيان ما، حصلت قبل كده اكتر من مره ان يعني ناس مندوبه عن اكبر فرق على مستوى العالم بتيجي في زيارات للنادي الاهلي وبتثني على كل حاجه بتشوفها في النادي الاهلي. دي حاجه برضو من ضمن حاجات كتير قوي تحسسك ان احنا كيان حقيقي. بص، هو النادي الاهلي ممكن يكون محطوط بعد كده او يتحط في المزارات السياحيه لمصر. انا بكلم حضراتكم بجد، مش ببالغ، لان وده برضو مش كلامنا عن نفسنا، محدش بيطلع يشكر في نفسه، احنا بنقول لحضراتكم وقائع. لما بيجي اي حد حتى ملوش علاقه بكره القدم، لما بيجي ناس تزور مصر بيبقوا حريصين جدا، بيبقوا يعني لهم مركز او مراكز كبيره في دول اخرى، بيبقى حريص جدا، ودي حصلت اكتر من مره وعرضناها لحضراتكم، بيبقى عايز يجي يزور دولاب البطولات في النادي الاهلي فرع الجزيره بتاعنا. هو عايز يجي يتصور معاه، هو سامع عن النادي الاهلي وسامع عن اكبر نادي وسامع عن رقم واحد في الحمد لله نقدر نقول مصر في افريقيا، فهو عايز يجي يشوف النادي وعايز يجي يشوف الرموز وعايز يتصور مع دولاب البطولات، بالنسبة له حاجة كبيرة. فده اللي بيحصل فعلا، فالزيارات اللي بهذا الشكل بتؤكد هذا الكلام، انت كان اكيد كبير جدا، فشيء اكيد يسعدنا كلنا كأهلوية. وقلنا قبل كده احنا محتاجين نشوف دولاب بطولات اخر، لان فعلا ما بقاش مكفي. انا مش بهزر. ضروري. يعني انت محتاج فعلا تعمل ده.
فزياره محترمه. انا كان نفسي سياده العميد احمد النحاس طبعا يعني مدير الفرع هناك يكون معنا على التليفون عشان يحكي لنا اكتر. لو عرفنا يا جماعه بليز يا ريت تجيبوه لنا على التليفون. طبعا راجل محترم جدا وكان بيعمل مداخلات كتيره معانا وراجل ذوق جدا وراجل بيشتغل بجد، فكنا حابين نسمع منه الزياره كانت ازاي وكواليسها، فيا ريت نحاول نتواصل معاه بعد اذنكم. نروح بقى شوية ونبعد عن كرة القدم وخلينا دلوقتي نتكلم عن الفريق الأول لكرة الطايرة سيدات بالنادي الأهلي اللي تأهل ويعني خلينا نقول أسعدنا كلنا حقيقي لنهائي كأس السوبر المصري بعد ما فاز على النادي السيد، وأنا برضو نادي السيد بس الأهلي أكيد أهم، بنتيجة 3-0 نجح الأهلي في حسم هنا الشوط الأول بالنتيجة، كان سكور رائع جدا، بتكلم 25-8 جاب كبيرة يؤكد لك قد ايه انت في مستوى فني تاني، وتفوق في الشوط التاني بنتيجة 25-12 ده برضو سكور رائع جدا، وحسم الأهلي الشوط التالت والمباراة بنتيجة 25-18. وأشاد إبراهيم فخر الدين المدير الفني للفريق بأداء اللاعبات وعنده حق الحقيقة وقدرتهم على حسم المباراة بأقل مجهود والتأهل لنهائي البطولة للدفاع بقى عن اللقب. وبالمناسبة برضو خليني أقول لحضراتكم فريق سيدات طايرة الأهلي كان توج بلقب كأس السوبر المصري ده كان الموسم الماضي بعد ما فاز برضو على السيد في المباراة النهائية بنتيجة 3-0. فعشان كده احنا بنقول السيد من الأندية الكبيرة جدا في هذه الرياضة، ففكرة ان انت بتفوز بسكور عالي لا انت كده في حتة فنية تانية خالص في تطوير رائع في الأداء وده مهم جدا طبعا. وعلى فكرة ده ما كانش الفوز الوحيد اللي حصل امبارح كمان منتخب مصر الأول للرجال لكرة السلة فاز على مدغشقر بنتيجة 97-66 في تاني مباريات منافسات المرحلة الأولى من تصفيات بطولة أفريقيا 2025 الأفرو باسكت، وده الفوز الثاني لمنتخبنا، كان حقق قبل كده فوزه السابق على منتخب افريقيا الوسطى في اولى مباريات التصفيات الافريقيه. مصر حاليا وضعها كالاتي، احنا موجودين في المجموعه الرابعه مع كوت ديفوار وافريقيا الوسطى ومدغشقر، تعد هذه التصفيات هي المؤهله الى نهائيات امم افريقيا 2025 وكمان تصفيات كاس العالم 2025. النهارده هينتخب يعني منتخبنا ان شاء الله هيختتم مبارياته في التصفيات على صداره طبعا التصنيفات بمواجهه نظيره كوت ديفوار، الكلام ده هيكون الساعه 7 مساء ان شاء الله، اكيد هيكون ماتش مش سهل باي حال من الاحوال، واكيد برضو هيكون لنا كلام كتير عن منتخب السله في فقرتنا الحواريه الاولى في حلقتنا النهارده. طيب دلوقتي قبل ما نطلع فاصل بقى خلينا نتابع درجات الحراره والطقس، وطقس مختلف شويه في الايام اللي احنا بنشهدها دي، الويكند كان الصبح حر جدا تحس ان انت في الصيف وبالليل الجو برد جدا، فيعني خلينا نطمن على النهارده هيكون الطقس عامل ازاي وبعد كده نروح فاصل ونرجع نكمل مع حضراتكم.